والآن نعود لمراسلتنا من القدس المحتلة دانا أبو شمسية. إذن دانا، يعني ما آخر التصريحات بخصوص ما وردنا؟ كنت أتحدث أن استقالة جانت وإيفنكوت من كابينيت الحرب شكلت انفراجا لحزبي القوة اليهودية برئاسة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير والصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وكثيرا ما أعرب الحزبان، وهم من اليمين المتطرف في طبيعة الحال، عن عدم رضاهم عن كون قرارات الحرب بيد حكومة الطوارئ وكابينيت الحرب ولا تضم مسؤولين عن هذه أو عن هذين الحزبين اليمينيين. وفي أكثر من مناسبة كان بن غفير كان قد طلب إلى ضرورة الانضمام لمجلس الحرب وعلى أقل تقدير حل هذا المجلس، يعني وكأنه نتنياهو يلتزم بما يمليه اليمين المتطرف حتى لا يصور نفسه بأنه يتخذ القرارات أو أن إتمار بن غفير يسيطر على قرارات بنيامين نتنياهو، وكأنه التزم بما يمليه هذا الحزبين، إما أن تضم إلى مجلس الحرب وإما أن تحل هذه الحكومة. وإذا ما حل هذه الحكومة منا يعني أن الأمور ستعود إلى نصابها، أي قبل 7 أكتوبر، أي أن القرارات التي ستتخذ ستكون نابعة من الكابينيت الأمني والسياسي المعني بإدارة الشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل. وهذا الكابينيت يضم أصلا إتمار بن غفير وسموتريتش، هذا يعني بأن القرارات ستصبح أصعب بكثير في اتخاذها وموافقة كل أعضاء كابينيت الحرب. في حالة الحرب كانت القرارات تتخذ في بداية الأمر من كابينيت الحرب ومن ثم تصدر إلى الكابينيت الموسع ومن ثم إلى الكنيسة والحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها في المجمل. على الرغم من هذا بنيامين نتنياهو قال أنه حل هذه الحكومة، وكل التحليلات الإسرائيلية بسبب ضغوط إتمار بن غفير وسموتريتش للدخول إلى هذا المجلس، ولكن مكتب ديوان رئاسة الوزراء أي نتنياهو قال أنه سيظل على تواصل مع أعضاء كابينيت الحرب الجدد الذي تشكل في حلته الجديدة، وكان فقط نتحدث عن اجتماع واحد قد مر في الأيام السابقة، ويتألف حاليا أو قبل حله من بنيامين نتنياهو وأيضا يوآف جالانت، وكان أيضا وزير الشؤون الاستراتيجية كما ذكرنا رون ديرمر، وحزب زعيم شاس وهو عضو كنيسة أري إيدري. بعد حل هذا الحكومة وبعد حل حكومة الطوارئ أقصد، هذا يعني بأن الأمور ستأخذ منحنى آخر، وهذا يعني بأن إتمار بن غفير وسموتريتش قال بأنهم لن يمرروا صفقة التبادل. كنا نأمل بأن يتم تمرير صفقة التبادل بقرارات كابينيت الحرب. اليوم بعد حل كابينيت الحرب اتخاذ قرار مثل الموافقة على صفقة التبادل يحتاج جهد كبير من بنيامين نتنياهو لإقناع إتمار بن غفير وسموتريتش للتصويت عليها إذا ما أراد نتنياهو أصلا هذه الصفقة، لأنهم قالوا بأنهم سيعملان على حل هذه الحكومة إذا ما ذهب نتنياهو لاتخاذ مثل هذا قرار. حل مثل هكذا حكومة يعني حل الائتلاف الحكومي، يعني خسران بنيامين نتنياهو منصبه كرئيس الوزراء الإسرائيلي، يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل واستطلاعات الرأي الأخيرة، على الرغم من أنها تقول بأن النسبة تتقلص بين نتنياهو وبين جانت في حال حصول انتخابات، ولكنه ما زال يحصل فقط هنا على 21 مقعد من أصل 120 مقعد في الكنيسة الإسرائيلية. هذا يعني إذا ما تحالف مع الكثير من الأحزاب سواء الدينية الصهيونية أو الحريدين المتزمتين لن يتمكن من تشكيل 61 مقعد، وهو وفق القانون الإسرائيلي ما يؤهله لتشكيل ائتلاف حكومي جديد. نعم، يعني دانا، نتنياهو الذي يعني لا يتخذ أي قرارات جزافية، كيف من الممكن أن يعني أو هل من الممكن أن يعني يكون التوقيت الذي اختاره الآن لحل هذا المجلس مقصودا لربطه بالظروف الحالية؟ نعم، أنا أقول منى أن هذا الموضوع كان متوقع قبل أسبوع تقريبا، وتحديدا كان بنيامين نتنياهو قد خرج وقال بأنه لربما يذهب إلى حل هذه الحكومة الإسرائيلية، وهذا مرتبط باستمرار إصرار إتمار بن غفير على الدعوة إلى هذه أو الدخول والانضمام إلى كابينيت الحرب. في كل حدث سواء التصعيد في الحدود الشمالية أو حتى بعد إعلان مقتل 13 من جنود الاحتلال في المعارك الضارية في قطاع غزة، في كل مرة يخرج إتمار بن غفير ويغرد ويقول
بأنه يجب عليك ضمي إلى كابينيت الحرب، يستغل كل مناسبة ويخرج ويدعو إلى الانضمام إلى كابينيت الحرب، حتى أنه يعني استخدم معه أسلوب التهديد والوعيد. ولذلك لربما نتنياهو يقرأ في الداخل الإسرائيلي بأنه بدلا من التعرض لمزيد من هذه الضغوط وبأن يبقى محرجا أمام إيتمار بن غفير بأنه لا يريد ضمه إلى كابينيت الحرب، ليس لأنه لا يريد، فقط لأنه لا يريد أن يقال بأن الصهيونية الدينية والقوة اليهودية هي من تسيطر على كابينيت الحرب وعلى قراراته كما يقال ويشاع في الكابينيت الموسع. لذلك قبل أسبوع خرج نتنياهو في تصريح وقال أنه لربما نذهب في إلغاء فكرة مجلس الحرب ونقل صلاحياته للكابينيت. ونتنياهو يميل إلى الكابينيت المعني بإدارة الشؤون السياسية أكثر من كابينيت الحرب الذي يوصف بأنه أكثر اعتدالا من الكابينيت الأمني والسياسي، وخاصة أن الكابينيت الأخير يميل إلى القرارات الأكثر يمينية وأكثر عنصرية، وهذا ما يريده بنيامين نتنياهو، وهذا لربما كان لب الصراع مع جانس وإيزنكوت الذين حاولا مرارا تمرير صفقة التبادل وقف إطلاق النار أو دفع أثمان إلى هذه الحرب. اللافت الآن هنا هو تشكيل ربما حزب أو منظمة مناهضة لكابينيت الحرب، مناهضة لبنيامين نتنياهو، وهي التي كنا نتحدث عنها في الأيام السابقة التي تتألف من المعارضة الإسرائيلية سواء من لبيد، ليبرمان، ساعر، أو حتى ما طلبوا من إيزنكوت وبني جانت الانضمام إلى هذه المنظمة التي تعمل على الإطاحة في بنيامين نتنياهو وتوعيد وتذكير موعد الانتخابات المبكرة. نعم، إذا يعني بكل الأحوال دانا يعني بنيامين نتنياهو سوف يعمل كل ما يمكن أن يعني يتم العمل عليه حتى يحتفظ أو حتى يخرج على الأقل من هذا المأزق، وبالتالي في سياق كل ما يجري، يعني كيف من الممكن أن ينعكس ذلك على إن كان الجبهة في قطاع غزة أو حتى الجبهة الشمالية؟ لربما نتنياهو يؤكد في حل هذا المجلس وإحالة الأمور إلى الكابينيت الأمني السياسي بأنه يعمل كما يقال عنه في الداخل الإسرائيلي لأهداف شخصية وسياسية وليس لأهداف تهم أمن البلاد كما يقولون ويزعمون. نعم. وخاصة أنه إذا ذهب لحل كابينيت الحرب واتجه للمحافظة على الكابينيت الأمني، هذا يعني ضمان منصبه كرئيس الوزراء الإسرائيلي، تخوفه من إيتمار بن غفير وسموتريتش وهذه التهديدات المتواصلة، وحتى يضمن تمرير القرارات لتحقيق أهداف الحرب المرجوة كما يزعم بعد 7 أكتوبر المتمثلة في مزيد من الضغوطات العسكرية للقضاء على قدرات حماس العسكرية، أو حتى أن لا يشكل قطاع غزة خشية أمنية على أمن مستوطنات الغلاف وإعادة المحتجزين. وهذا ما يسعى إليه من خلال فشله الذريع الأمني الاستخباراتي وكل أصابع الاتهام التي تشير أنه هو من يفشل صفقة التبادل، هو من يعرقلها، وهو من يصر على استمرار التوغل العسكري، وحتى أن الجيش كان قد طلب في ضرورة الانسحاب، ولربما أن العملية العسكرية ستنتهي في رفح بعد 2 أسبوع، وبأنه يجب أن يتخذ المستوى السياسي قرار إذا ما سيتجه إلى تحويل جبهة غزة إلى جبهة ثانوية، وأن تكون الحدود الشمالية مع جنوب لبنان جبهة رئيسية، أم أنه سيعمل على فتح جبهتين، وهذا إنهاك لجيش الاحتلال الإسرائيلي المنهك أصلا والذي تكبد خسائر كبيرة. لربما تداعيات حل كابينيت الحرب غير مقتصرة فقط على اتخاذ القرارات، لربما هذا يعمق ويزيد الأزمة الموجودة أصلا وهذا الانشقاق المتواجد في داخل هذه الحكومة الإسرائيلية.